هذا مرض منتشر كتير عندنا في المجتمعات العربية وبالأخص كمان في المجتمع عندنا في غزة. تلين العظام هذا موجود عند الأطفال بيكون ناتج من نقص لفيتامين د. الطفل أول ما بنولد لمدة 6 شهور من عمره بيكون في عنده مخزون من فيتامين د، بعد 6 شهور بصير في عنده نقص في فيتامين د، فإحنا لازم ندخله في الأغذية بعد هيك أو كأدوية لفيتامين د على أساس نعوض النقص. فيتامين د بيلزم لامتصاص الكالسيوم من الأغذية والفسفيت من الأغذية اللي تدخل الجسم، تمام؟ والكالسيوم لشو بيلزم؟ بيلزم لتكوين العظام، بيلزم لشغل العضلات اللي هي انقباض العضلات، وبيلزم للأعصاب. في عدم وجود الكالسيوم الكافي في العظام بيصير في نوع من الليونة في العظام، خصوصاً العظام الطرفية، الطرفين السفليين خصوصاً، لأنه هم اللي بيحملوا طفل على رجليه، فبالوزن وعنا عظام لينة ببلش في عنا تقوس موجود، الركبتين بيطلعوا لبرا وببلش تقوس في الرجلتين. طريقة التشخيص أولاً بتكون بالفحص، لما يجيك طفل بتشوف كيف التقوس موجود في رجليه، اللي بيظهر عنده في منطقة الرسغ ومنطقة الكاحل في عنده العظام بتكون عريضة شوي، منطقة الرسغ بتكون عريض لأنه صار في عنا نمو للغضاريف وما صار في ترسيب للكالسيوم، فبتبلش الغضاريف تكبر وما في ترسيب للكالسيوم على أساس أنه يعطينا الشكل الطبيعي للعظم. في بكون في الرأس نفسه كمان، الرأس نفسه بكون في بسموه بوكس شيب، بيكون شكل الرأس زي المربع لأنه العظام ما وصلت لمرحلة النمو بالطريقة الصحيحة. بيعمل حاجة اسمها بروز في عظمة القفص الصدري نتيجة عدم انتظام في نمو الريش القفص الصدري. نعمل صورة الأشعة على أساس نشوف منطقة قرص النمو كيف موجود. في منطقة قرص النمو بكون تكاثر وزيادة في حجم قرص النمو مع بسموه كابينج، زي كأس بكون منطقة العظم، هذا نتيجة نقص لترسيب الكالسيوم في المنطقة هاي، هذا ببين معنا بالأشعة. الشغلة الثالثة اللي بنحتاجها بنعمل تحاليل، نعمل تحليل للكالسيوم، نعمل تحليل للفوسفات، نعمل تحليل لحاجة اسمها الكالاين فوسفاتيز، ونعمل تحليل لفيتامين د. بعد 6 شهور المفروض ندخله أغذية فيها فيتامين د، المفروض نعرضه للشمس لأنه المصدر الأساسي لفيتامين د في الجسم هو الشمس، نعرضه للشمس الباردة هاي بحيث أنه الجلد يكون فيتامين د. في الألبان موجود فيها فيتامين د، خصوصاً الألبان الموجودة حالياً للأطفال، الحليب البودرة هذا بيكون مضاف عليه فيتامين د. الأغذية الموجودة الثانية صفار البيض موجود فيه فيتامين د بنسبة منيحة كتير، السمسم موجود فيه فيتامين د بنسبة منيحة كتير برضو. الأدوية اللي بنعطيها للطفل طبعاً تبعاً ل كمية النقص الموجود عنده في فيتامين د، ممكن نعطيه عبارة عن نقاط يومية، نقطتين أو 3 نقاط يومية من أحد الأدوية الموجودة متوفرة في السوق بشكل كبير، وممكن إذا كان في عنده نقص حاد في فيتامين د نعطيه اللي هو إبرة ممكن يأخذها. نعطي الطفل عبارة عن نقاط، الأدوية المتوفرة في السوق هي عبارة عن نقاط، بياخد نقاط يومية 2 أو 3 نقاط طبعاً لحدة النقص الموجود عنده، كمية النقص الموجود عنده. ممكن نوصل لمرحلة أنه نعطيه جرعات كبيرة، بس جرعات شهرية تكون جرعة كبيرة شهرياً، بياخد حوالي 100,000 وحدة دولية بياخدها مرة واحدة بالشهر لمدة مرة أو مرتين. الكالسيوم والفوسفات موجود، معظم الأكل موجود بيحتوي على كالسيوم وفوسفات، ما في عندنا مشكلة في نقص الكالسيوم والفوسفات. الموجود عندنا نقص في العامل المساعد اللي بيساعد على امتصاصه للجسم، يعني الأغذية موجود فيها كالسيوم وفوسفات. طفل لو كان في عنده اعوجاج مثلا 40 درجة مثلا خلينا نحكي، بعد سنة أو سنتين ممكن تصفي عنا الاعوجاج 5 درجات.
فإنك تعدل 5 درجات أفضل بكثير من إنك تعدل 40 درجة. تكون عملية أبسط وأسهل وما بتأثرش على نمو الطفل، والطفل بيقدر يلعب ويمارس حياته ويكون علاقاته مع الأطفال بكل سهولة، غير أنه أنت تجيب له الجهاز التقويم هذا زي كأنك رابطه وحاطه في سجن. فأنا مش مع جهاز التقويم، أنا في البداية مع علاج السبب، ونترك الجسم أنه يعالج نفسه في حال أنه تبقى أي جزء من الإعوجاج الموجود، ساعتها بنتدخل جراحيا وبنعدل الإعوجاج.